عفاني أموت على أرضها وتحت ثراها أذوب وأفنى، وأبعث عشبا على أرضها وأبعث زهرة، كفاني أموت بحضن بلادي ترابا وعشبا وزهرة. أهلا بكم. اليوم كان يوم ربما بيختلف كثيرا أو قليلا عن الأيام السابقة، حيث شهدنا جميعا حفل تخريج طلبة الجلد من أكاديمية الشرطة، وبتستقبل قوات شرطية دفعة جديدة بتنضم للعمل في قطاع الأمن. الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر هذا الاحتفال، وكان بمثابة نوع من ضفقة معنوية هائلة إلى قطاع الشرطة، سواء المتواجدين في الخدمة أو أسر الشهداء، وكان رسالة للشعب المصري بكامل فئاته وأطيافه إن هناك داخل مكنون الشخصية المصرية قدر من التحدي لا يمكن أبدا تجاهله ولا يمكن أبدا نسيانه. كم الغضب المكتوم لدى الشعب المصري ضد الإرهاب لا تخطئه عين، كم التحدي الموجود، كم الثقة الموجودة، كم هؤلاء الأبطال عندما يتم فقدان بطل أو أبطال في معركة أو معارك. فمصر دايما ولادة، ولادة بحق. كنا نظن في وقت ما أنه هذه ربما فيض من كلمات، كلام بيتقال، لكن ما جرى وما لمسناه اليوم وما شهدناه بأعيننا اليوم ربما بيبعث أملا جديدا أنه الخير في هذه الأمة، الخير في هذه الدولة، الخير في هذا الشعب، مهما كانت السلبيات ومهما كانت المشكلات ومهما كانت العقبات. ما شهدناه اليوم على هامش تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة بيجعل المصري الحقيقي في حالة فخر، فخر من خلال لمسات ومن خلال لمحات ومن خلال بعض النماذج المضيئة اللي بتعكس الصورة الحقيقية للمواطن المصري في هذه الأزمات. النهاردة شهدنا مع جميع أبناء الشعب المصري وبيتابعوا سيادة الرئيس وهو بيفتح هذا الاحتفال وبيمنح هؤلاء الطلبة الشهادات وبيمنح بعض أنواط الامتياز لبعض الشهداء، أسر الشهداء. لكن ما جرى اليوم كان في تأثير أو مؤثرات نفسية على الجميع زي ما قلت تدعو للفخر. نجل مأمور كرداسة، انتوا فاكرين أرض الكنائس، أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المزارع، أرض الكنائس، أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المزارع، أرض المزارع. إن شاء الله مصر محفوظة ومصر محروسة، مش بالدعوات، بالشغل وبالتحدي والتضحيات والصدق. أهم حاجة الصدق المفروض، كل واحد لازم يحط نفسه مكان الآخر. إذا أردت أن تحكم، لو عايز تحكم على حد، حط نفسك مكانه. عندي قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بتواصل جهودها في ملاحقة العناصر التكفيرية استمرارا لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية. قامت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية بتنفيذ حملة مركزة لاستهداف البؤر الإرهابية بشمال سيناء، تمكنت خلالها من اكتشاف وتدمير عدد 5 عربة دفع رباعي و2 وكر خاص لعناصر التكفيرية، مخزنين لتصنيع العبوات الناسفة، لنش بحري أثناء محاولته التسلل لساحل البحر ومقتل من بداخلهم،
وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش التاني الميداني بشمال سيناء جهودها لاختلاع جذور الإرهاب وقطع طرق الإمداد عنهم. الجديد في البيان هو اللانش البحري، ده تكتيك جديد وتغير نوعي وتطور نوعي، لانش بحري. يعني اعتقد قوات انفاذ القانون بالجيش الثاني بتستحق منا التحيه الدائمه بالمناسبه. لا نمن على الجيش لما نحييه، ولا نملك الا ان نحيي الجيش، لانه من يشيد ربما ينتقد، لكن بقوله بوضح تاني، نحن لا نملك الا الاشاده بهذا الجيش العظيم، هذا الجيش الوطني العظيم، هذا الجيش الحامي، هذا الجيش المجرد، هذا الجيش صاحب العقيدة، هذا الجيش دون جيوش العالم له عقيدة لا تتزعزع، لا يعمل عند أحد وغير محسوب على أحد، فقط هو جيش الشعب المصري، من الشعب المصري وإلى الشعب المصري. فتحية إجلال وإعزاز وتقدير وعرفان واحترام وولاء وانتماء لهذا الجيش المصري العظيم، حافظ الله جيش بلادي. في نفس الإطار قوات حرس الحدود، عشان الناس تعرف بالمرة مين اللي شغال ومين اللي بيشتغل وإيه اللي بيحصل، مش كل حاجة بتتقال، لكن عندي في خلال 6 شهور قوات حرس الحدود أنجاز الحاجات. سريعا هقول لكم في بيان طلع النهاردة بيقول إنه في إطار جهود القوات المسلحة للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية وقطع طرق الإمداد عنهم، تمكنت قوات حرس الحدود من أول يناير 2017 حتى يونيو 2017 من مواصلة توجيه ضرباتها القاسمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتجار المواد المخدرة، وقد تمكنت خلال الفترة من الآتي، شوفوا بس الناس بيستهدفوكوا إزاي. في مجال مكافحة تهريب المواد المخدرة ضبط أكثر من 6000 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 45,000 كيلو جرام من نبات مخدر البانجو، 100 كيلو من مادة الهيروين المخدر، 50 كيلو مادة الأفيون، 55 كيلو بذور لنبات الخشخاش، 15 مليون قرص مخدر، 240 فدان من نباتات المخدرة المزروعة. في مجال مكافحة تهريب الأسلحة والذخائر ضبط أكثر من 1400 قطعة سلاح و380 ألف طلقة. في مجال مكافحة تهريب البضائع ضبط كميات من البضائع المهربة أكثر من 400 ألف أروسة سجاير، كميات من الأدوية المهربة ومن المواد الغذائية ومستحضرات التجميل، هواتف ثريا، كمية من المواشي والأغنام، بالإضافة إلى ضبط عدد من العربات الدفع الرباعي والدراجات النارية والدواب المستخدمة في عمليات التهريب. وفي مجال مكافحة أعمال التنقيب عن معدن الذهب ضبط عدد 34 فرد مصري و67 فرد سوداني، وعدد 1400 جوال رمال مخلوطة بالذهب، و25 ألف كيلو جرام حجارة مخلوطة بالذهب، وعدد من القطع الأثرية. وفي سياق آخر تم اكتشاف وتدمير عدد 40 فتحة نفق على الشريط الحدودي بشمال سيناء، فضلا عن ضبط أكثر من 3000 فرد من جنسيات مختلفة خلال محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية. ده إنجازات على الأرض لسلاح حرس الحدود تابع للقوات المسلحة. شوفوا المخدرات قد إيه والسلاح قد إيه، إحنا شغالين، البلد شغالة بتحمي الناس من إرهاب ومن سلاح ومن إرهابيين ومن متفجرات ومن مخدرات. وتخيلوا في هذا الظرف لما واحد يهرب مخدرات، يعني وقت البلد فيها نروح لأبنائنا دلوقتي اللي احنا شفناهم نزيف شهداء دائم، طابور شهداء دائم لا يتوقف، وواحد بيفقد دمه بيفقد روحه بيموت بينزف دم، واحد تاني بيجيب شحنة مخدرات ولا هيروين من بره. بالله عليكم، هل هناك عدل أن يبقى هذا حرا طليقا أو حتى موجود في السجن وهذا بيصعد إلى السماء؟ أنهي فيهم العدالة إيه؟ اللي يخون بلده دلوقتي ويفسد أو يهرب، يعني عايزين نحط الصور جنب بعض عشان الصورة تتضح. الراجل القعيد اللي على كرسي المتحرك اللي موجود في رابعة، مين اللي ضربه بالنار؟
محمد البلتاجي ولا عصام العريان ولا محمد مرسي ولا مين ولا مين ولا مين؟ دول قاعدين وده قاعد على كرسي متحرك. طبعا في عقاب بتاع ربنا مالناش دعوه بيه. قطعا في عقاب يوم الدين، يوم القيامه، يوم الحساب. لكن حساب الدنيا بالقانون، في قانون يطبق على الجميع. تاني، تفعيل وسرعه تفعيل القانون او حتى تغيير القانون، والسلطه التشريعيه موجوده تغير القانون. محتاجين نشعر بان هناك سرعه في انجاز العداله. العداله البطيئه مميته، العداله البطيئه محبطه، العداله البطيئه اذلال للحق واذلال للعدل. محتاجين سرعه، محتاجين ان شاء الله حتى يكون عندي محاكم متخصصه في قضايا الارهاب، في قضايا العنصريه، في قضايا التطرف، في قضايا الفتن الطائفيه. محتاجين بسرعه، سرعه فصل. في كل الاحوال الجيش المصري ما يزال وسيظل هو عمود العيله، كلنا مستندين عليه، بالتالي بيستحق الشكر الدائم الذي لا يتوقف والدعم الدائم الذي لا يتوقف. وهنشوف دلوقتي مين بيعمل ايه. عند النهارده رئيس عبد الفتاح السيسي بيصدر قرارا جمهوريا بتعيين المستشار احمد ابو العزم رئيسا لمجلس الدوله خلفا للمستشار محمد مسعود. والمستشار احمد ابو العزم، احمد عبد العزيز ابراهيم ابو العزم، رئيس قسم التشريع بالمجلس وعضو المجلس الخاص وواحد من اقدم 7 نواب لرئيس المجلس. يعني السيره الذاتيه له امامنا، ابرز محطاته: عضو باداره الفتوى ورئاسه الجمهوريه، مفوض لمحافظه سوهاج، عضو بالمحكمه الاداريه والتاديبيه باسيوط، عضو بالمحكمه التاديبيه بطنطا، مفوض لمحافظتي القليوبيه والمنوفيه، عضو باداره الفتوى لوزاره الماليه، عضو باداره الفتوى لوزاره الاقتصاد والتموين والتجاره الداخليه، عضو بمحكمه القضاء الاداري الدائره الاولى افراد جيم، عضو بمحكمه القضاء الاداري الدائره الخامسه، عضو بالمحكمه الاداريه العليا الدائره الاولى، عضو بالمحكمه الاداريه العليا الدائره السادسه، ورئيس قسم التشريع. ده كان اخر حاجه. وكان الامين العام لمجلس الدوله المستشار فؤاد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدوله قد اكد صدور قرار جمهوري رقم 347 بتاريخ 19 يوليو 2017 بتعيين المستشار احمد ابو العزم رئيسا لمجلس الدوله. وياتي اختيار ابو العزم اعمالا للقانون 13 لسنه 2017 واللي يسمح للرئيس باختيار واحد من بين 7 الاقدم خلفا للمستشار الدكتور محمد مسعود الذي انتهت ولايته اليوم الاربعاء. معي للتعليق على هذا الخبر الزميله شيماء القرنشاوي من الصحفيه بالمصري اليوم. اهلا بيك يا شيماء. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ الله يخليكي. تعليقك على هذا القرار وتداعياته في مجلس الدوله، وخاصه فيما يخص يعني كان مجلس الدوله كان قد ارسل اختياراته او ترشيحاته باسم واحد فقط هو المستشار يحيى الدكتوري، وصدر قرار رئيس الجمهوريه الان بتعيين المستشار احمد ابو العزم. تعليقك على ما جرى وتداعياته في داخل مجلس الدوله. خليني اقول لحضرتك في البدايه، هو مجلس الدوله اعلن منذ اللحظه الاولى لترشيحه المستشار يحيى الدكروري منفردا من قبل الجمعيه العموميه، انه ايا كان اختيار رئيس الجمهوريه من سيتولى رئاسه مجلس الدوله فهم سيحترموا هذا الاختيار باعتبارهم هم الاولى بتطبيق واحترام القانون في المقام الاول. هم فضلوا في الجمعيه العموميه وقت انعقادها انه يؤكدوا على قاعده الاقدميه اللي كان معمول بيها طوال العهود اللي فاتت في الهيئات القضائيه. ولكن طبعا احنا زي ما حضرتك قلت انه تعديلات قانون السلطه القضائيه الاخيره اللي منحت الحق لرئيس الجمهوريه ان هو يختار من بين اقدم 3 ترشحهم الجمعيه العموميه او يرشحهم المجلس الاعلى لكل هيئه قضائيه، فلم ياتي تعيين المستشار احمد ابو العزم رئيس مجلس الدوله باي مخالفه قانونيه، واتفق تماما وصحيح القانون. لكن خليني برضو اضيف لحضرتك معلومه اخرى، انه المستشار يحيى الدكروري هو قرر او بصدد ان هو يقيم دعوه قضائيه طعنا على هذا القرار
باعتباره تضرر من تخطيه في التعيين وانه الاقدم، لانه منذ اللحظه الاولى طبعا زي ما حضرتك عارف انه كان في اعتراضات كبيره على القانون بانه بيهدر قاعده الاقدميه ومبدا الاقدميه في الهيئات القضائيه جميعا. وفي مجلس الدوله طبعا هو كان وقت مناقشه القانون او وقت مناقشه التعديلات، وكان الهيئه القضائيه الابرز في التحركات والتعقيب على القانون والرفض شيماء. طب هو الدعوه اللي بصددها او بينتوي القيام بها المستشار الدكروري ستكون امام المحكمه الدستوريه ولا امام مجلس الدوله ولا امام لا خليني اقول لحضرتك ده هي هتكون طعن على القرار بصفته قرار اداري صدر من رئيس الجمهوريه امام محاكم مجلس الدوله او تحديدا محكمه القضاء الاداري. ستتضمن الدعوه دي او الطعن ده ستتضمن طلب باحاله نص التعديل او نص الماده المعدله في قانون السلطه القضائيه الخاصه بتعيين رؤساء الهيئات الى المحكمه الدستوريه، لان هي هتكون صاحبه القرار او صاحبه الكلمه في الفصل في مدى دستوريه النص، على اعتبار انه من منذ الوهله الاولى قالوا انه يعني قيل انه في شبهه عدم دستوريه، ولكن الكلمه هنا هتبقى للمحكمه الدستوريه العليا. طيب شيماء، سؤال اخير يعني، هل وفقا لما تم توضيحه الان انه ينتوي القيام به دعوه رفع دعوه قضائيه امام الدستوريه، هل هذا يستلزم استقالته او هل هناك نيه لاستقاله المستشار يحيى الدكروري؟ لا لا، الحقيقه المستشار يحيى الدكروري يعني اكد لي انا بشكل شخصي انه ما فيش اي نيه للاستقاله، وانه باقي في مكانه وفي موقعه الى ان يكتمل عطاءه القضائي ويخرج على المعاش ببلوغ السن القانوني، وهو يستخدم الحق القانوني برضه لانه صاحب الحق الوحيد في ان هو يطعن على قرار تعيين المستشار ابو العزم، وهو يستخدم الحق ده ويسير في الاجراءات القانونيه المحوله ليه يعني. الزميله العزيزه شيماء القرنشاوي الصحفيه بالمصر اليوم، انا بشكرك جدا على هذه المداخله وهذا التوضيح. من القرار تعيين رئيس مجلس الدولة الجديد إلى هيومن رايتس ووتش، ناشط دولي، وده كلام مهم للغاية يعني، أرجو أن ينتبه من يجب أن ينتبه. ناشط دولي من هيومن رايتس ووتش يدخل مصر ويجري لقاءات مع نشطاء. كشف براين دولي وهو ناشط أيرلندي في مجال حقوق الإنسان ومدير قسم المدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة هيومن رايتس في واشنطن، أنه دخل مصر الأسبوع الماضي، حيث التقى عدد من النشطاء في أحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالقاهرة. ووفقا لمقال نشره الناشط الأيرلندي في صحيفة ذا هيل المتخصصة بشؤون الكونجرس الأمريكي، طلب النشطاء المصريين، الرجل الأيرلندي اللي جه مصر ودخل مصر وقعد أسبوع والتقى بالنشطاء، كتب مقال في صحيفة أمريكية اسمها ذا هيل متخصصة بشؤون الكونجرس، طالب النشطاء المصريين منع وزير الخارجية الأمريكي من الموافقة على منح مصر 195 مليون دولار من المساعدات. وقال دولي إن وزير الخارجية الأمريكي سيقرر يوم 30 سبتمبر القادم ما إذا كان موافقا على منح مصر 195 مليون دولار، وهي نسبة تمثل 15% من حجم المساعدات الأمريكية لمصر. وقال الناشط الأيرلندي أنه التقى بالنشطاء المصريين وطالبوه، الجماعة بتوعنا اللي موجودين في مصر، طلبوا الراجل الأيرلندي بضرورة منع الرئيس السيسي من الحصول على أي دعم قبل انتخابات الرئاسة المقبلة. أنا بسأل أسئلة بريئة، شيل يا عم الصورة. أولاً، الراجل الايرلندي الناشط اللي هو براين دولي معروف بعدائه لمصر، السؤال الاول دخل مصر ازاي؟ اتنين، دخل مصر ليه؟ تلاتة، قابل مين في مصر؟ سؤال مهم جدا، عايزين نعرف هذا الرجل اللي دخل مصر الاسبوع الماضي وقعد اسبوع، براين دولي اللي هو الايرلندي، قابل مين في مصر؟ عايزين نعرف مع من تقابل هذا الناشط الايرلندي، عايزين نعرف قابل مين؟ من حق الدولة تعرف، ومن حقنا في الإعلام نقول، عايزين نعرف الراجل ده لما جه مصر قعد مع مين؟ فين؟ وقالوا إيه؟ الكلام ده معروف مش سر، بس عايزين نعرف الأسماء اللي الراجل الأيرلندي اتقابل معاه. يا ريت تجيبوا لنا حد من الجماعة بتوع حقوق الإنسان يا إبراهيم. والمقال اللي نشروا فيه صحيفة ذا هيل اللي متخصصة، هو جه مصر وراح سافر على أمريكا وكتب المقال
والمقال فيه المخرجات اللي طلعت من الناشطين او من يسمون انفسهم ناشطين الموجودين في مصر. ايه؟ قالوا له احنا عندنا في مصر عايزين نوقف المايه والنور على الرئيس السيسي، لان الانتخابات الرئاسيه جايه وعايزين الدنيا ايه تولع، نبدا نشعلن. يبدا الراجل يجي يشوف الرجاله هنا ايه الاخبار ويطلع بره يشتغل في الصحف الاجنبيه. الموضوع واضح تماما، في رؤوس بتدبر بره زي منظمات حقوق الانسان اللي موجوده بره، زي منظمه هيومن رايتس ووتش على راسهم، ومنظمه العدل الدوليه على راسهم. تبعت مندوب يقعد مع الرجاله الموجودين، الاجراء الماجورين الخونه اللي موجودين في مصر، اللي هم اعضاء في منظمات بره، اللي هم يمثلوا نهايه طرفيه، يمثلوا نهايات طرفيه لاجهزه استخبارات بره او منظمات معاديه لمصر بره. بيجي الراجل بيقعد مع الرجاله، بيقبضهم، بيتفق معاهم، وبياخد بعضه بمخرجات او تقارير او مذكرات يبعتها للصحف اللي بره يتكلم على مصر. قارنوا بين هذا الاجراء وهؤلاء الناشطين وبين الراجل اللي كان بيحكي من شويه وهو على كرسي متحرك، وبين البنت اللي بتنعي ابوها الشهيد، قارنوا بين الراجل اللي مات النهارده عنده 26 سنه اللي استشهد، احمد عمر اللي موجود في سينا دلوقتي لسه دماؤه لم تجف. افتكروا دول ودول، افتكروا شوفوا الناشطين دول بيعملوا ايه في مصر، بيقطعوا ايه في مصر، ونشوف هؤلاء الابطال. ده طبعا ما بحاول اربط بين زياره ممثل منظمه الهيومن رايتس ووتش والتقائه بالنشطاء والمقال اللي كتبه، وبين النهارده من شويه حالا جاي لي خبر الخارجيه الامريكيه بتعمل ايه؟ بتحذر رعاياها من دخول مصر. وبتقول الخارجيه الامريكيه في البيان انه على هي تحذر وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين بأنهم يجب أن يفكروا في مخاطر السفر إلى مصر بسبب وجود تهديدات من جماعات إرهابية وجماعات معارضة سياسية عنيفة كلام واضح، معارضة سياسية عنيفة تحتها ثلاث خطوط ولن أفسر. وهذا يحل هذا التحذير محل التحذير السابق الصادر في 23 ديسمبر 2016 بعد 7 شهور. وقالت الخارجية الأمريكية ارتكبت عدد من الجماعات الإرهابية بما في ذلك داعش عدة هجمات مميتة في مصر، استهدفت المسؤولين الحكوميين وقوات الأمن والأماكن العامة والمواقع السياحية والطيران المدني ووسائل النقل العام الأخرى والمرافق الدبلوماسية. ولا زال الإرهابيون يهددون الأقليات الدينية في مصر ويهاجمون المواقع الأشخاص المرتبطة بالكنيسة القبطية المصرية. ده بيان الخارجية اللي صدر من شوية، عايزين رد من الخارجية المصرية على الخارجية الأمريكية. المستشار احمد ابو زيد والسفير سامح شكري نبدا نرد على البيان ونشرح الموضوع ايه. هو البيان الخارجيه بيقول ما تروحوش مصر لان في قلق. يا سيدي القلق في قلب امريكا، يا سيدي القلق في قلب اوروبا، يا سيدي القلق احنا عايشين في مصر واحنا ادرى بمصر. ان كان عندك حضرتك في السفاره الامريكيه ولا الاستخبارات الامريكيه السي اي عندك معلومه، من فضلك وصل المعلومه للدوله المصريه، لانه احنا عايزين بس نفهم انت بتخطط ومين جاب داعش. يعني هو مين اللي اخترع داعش؟ اختراع امريكي 100% مكتوب عليها بالحفر كده صنع في امريكا. روح دور مين اللي صنع القاعده، مين اللي صنع اسامه بن لادن، مين اللي صنع الزرقاوي ابو مصعب الزرقاوي، مين اللي صنع البغدادي، مين اللي صنع الجولاني، مين اللي صنع هؤلاء، مين اللي صنع قطر، مين اللي قواعده العسكريه موجوده في قطر، مين اللي بيصنع تركيا وصنع اردوغان. احنا مش هنمثل على بعض، امريكا والسفاره الامريكيه والسفير الامريكي موجود في القاهره، ورجال السفاره موجودين، والرجال الداعمين لامريكا موجودين معروفين، والمصريين المحبين لامريكا معروفين، والمصريين اللي عندهم جنسيه امريكيه معروفين. بقول لكم احنا بلدنا عجبانا بمرها وبحلوها. خايف على مين؟ على الحكوميين، الشرطه، الناس فرحانين، شهيد ومشروع شهيد، وشفت البنت بتقول ايه والولد بيقول ايه والقاعد بيقول ايه والضابط بيقول ايه والرئيس بيقول ايه، واحنا ولا فارق معانا على الاطلاق. انتوا بتدافعوا على الكنيسه، الكنيسه بتقول لكم متشكرين. الكنيسه المصريه بتبلغ السفاره الامريكيه وبتبلغ الولايات المتحده الامريكيه شكر الله سعيكم، متشكرين، مش عايزين منكم حاجه. احنا الشعب المصري كله كتله واحده، مش محتاج نصايح من حد. اللي عايز يساعد مصر يساعد مصر زي مصر ما عايزه تساعد، عايز معدات، عايز سلاح، عايز فلوس، عايز تعليم، عايز صحة. لكن انت منك لحالك تجيلي عن ناشط خاين
تديله ويخرب ونقعد نعمل، لا لا مش هيحصل، لن يحدث. مصر ليست دولة ضعيفة، عندي مشاكل وعندي إرهاب وعندي دماء وعندي تقتيل، لكن عادي، دولة عادية، دولة قوية بتواجه أشرس وأجرأ من أمريكا ذاتها ومن أوروبا ذاتها. ومصر بتواجه الإرهاب كأقوى دولة في العالم، لأنها بتواجه الإرهاب بصدق وبإخلاص ودون أي مواءمات سياسية، وليست مواجهة انتقائية زي أمريكا. هي أمريكا يعني اللي بتهاجم إيران. امبارح الرئيس الأمريكي بيقول إحنا مع الاتفاق النووي الإيراني اللي كان من يوم ولكن لغيه، لكن إحنا زعلانين من إيران عشان الصواريخ الباليستية. وفي قلب العراق الجند الأمريكي مع الحشد الشعبي الشيعي في العراق شغالين مع بعض الاثنين. وإحنا تمثيلية كبيرة بتتعمل علينا، لكن لا، مصر خط أحمر. إلى السفير الأمريكي في القاهرة، انتبه، مصر خط أحمر. إذا لم تكن تستطيع تمييز الألوان روح للدكتور، لأنه مصر مصحصحة. ما جرى من قبل لن يعود مرة أخرى، أصبح تراث، أصبح تاريخ. أنا لما السفارة الأمريكية بتقول جماعات سياسية مسلحة، وأنا قلت لكم تحتها خطوط، هروح أقول للأمريكان أنتم منافقين، وأقول لمنظمات المنظمات الدولية أنتوا كلكم عندكم حول سياسي وعندكم عمل سياسي وعندكم طرش سياسي، لأنه لو أنتوا جادين في محاربة الإرهاب عايزين دلائل، بقول لكم جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية. أنتوا بتقولوا لا والله لسه مش عارفين، لا دي جماعة سياسية. أنتوا مين اللي قال إن هم بيحملوا السلاح وهم شغلتهم شغل الدم؟ مش أنا. تعالوا نشوف مين اللي بيقول ونرجع لتاني. من الآن انتهى زمن السلمية، من الآن انتهى زمن السلمية. أمهلناكم سنة ونص بما فيه الكفاية. بقول لزوجة كل ضابط وابن كل ضابط، أرجوكم أرجوكم خلي بالكم، جوزك هيموت، ولادك هيتهتموا، لأنه مش هقول لك بعد الشهر، أنت اللي تقوليها في قلبك، لكن أنا بقول لك العيال دي رصد الضباط في مصر، والعيال دي هتقتل الضباط في مصر، ومن قتل يقتل ولو بعد حين، والعيال المرة دي ناوية على جريمة. مفيش بقى كلمة سلميتنا أقوى من الرصاص والجو البلدي ده، مفيش القصة دي. عاجل، بيان رقم 7 من قيادة شباب الثورة، بعد الاجتماعات المتتالية مع الثوار في الميادين قررنا مع جميع حركات العقاب الثوري ما يلي: 1. إعطاء فرصة لجميع الرعايا الأجانب من جميع الجنسيات الأجنبية والعربية والإفريقية وجميع موظفي الشركات العاملة لمغادرة البلاد فورا، وتنتهي هذه المهلة بنهاية يوم 11 فبراير 2015، وبعدها سيكونون محل استهداف من حركات العقاب الثوري، لذا جرى التحذير والتنبيه. يعني مش أنا اللي قلت، لم أقل من عندي شيء، هم قالوا أننا دمويون، أننا قاتلون، أننا إرهابيون. اللي مش مصدق هو حر بقى، ده مين اللي بيتكلم؟ مش أنا اللي بتكلم، ولا إعلامي فلان ولا فلان ولا علان ولا مين، لا، مين اللي قدامكم؟ بس إحنا بننسى، لأنه حاجات كتير وزخم وكذب وحاجات على الفيسبوك وحاجات موضوعة وحاجات مشوهة وحاجات متركبة في الآخر، ده كلام الإخوان والمنتمين للإخوان، وهم بيقولوا لا سلمية بعد اليوم. ناس بتناصب الدولة العداء بشكل صريح. ده بيخلينا نروح للمدعو، المدعو ممدوح حمزة. المدعو ممدوح حمزة، أنا تقديري الشخصي أن الرجل قد أصابته لوثة، بيحتاج بعدها إلى أن يذهب إلى أحد الأطباء النفسيين، وأرشح له الدكتور أحمد عكاشة، لأن الحالة يبدو أنها صعبة للغاية. بيتحدث عبر تويتر على الوراء وما جرى في الوراء، بيقول قوات الاحتلال المصرية. يا رجل اختشى على دمك، عيب، ما يصحش. ده انت الدكتور المفترض محترم، دكتور المفترض بتفهم، لما يكلم على قوات انفاذ القانون والشرطة المصرية على انها قوات احتلال، تعالوا شوفوا بيقول ايه. بيقول الحكومة بتستند لتبرير الهدم الهمجي أن السكان الأصليين بنوا على أرض زراعية. فكرة سكان أصليين، الفكرة دي موجودة عند الهنود الحمر يا دكتور ممدوح،
عند الهنود الحمر في أمريكا، ما فيش حاجة في مصر اسمها سكان أصليين وسكان فرعيين. بيقول موقف الحكومة إيه لما يقوموا هم أو مستثمر بالبناء. بيقول أطماع الاستيلاء على جزر النيل القاهرية لغرض بيعها بدأ بتخطيط القاهرة 2050 أيام نظيف ورجاله ورجال أعماله، ولكن الأهالي تصدوا. بيقول الوراء الحق فوق القوة، هدف الحكومة التربح بدون مبادئ وتركيب المستثمر فوق المواطن وسوء تخطيط وقلة ذوق حضاري معماري. بيقول هيبنوا البرج على الأراضي الزراعية. بيقول ما ترتكب الحكومة في الوراء ليس استرداد أراضي مغتصبة بل اغتصاب أراضي بالقوة لغرض التربح والتجارة ضد مفاهيم التخطيط والعمارة والذوق العام. إلى أهالي جزيرة الوراء، تمسكوا بحقوقكم ولا تخضعوا لمن يبيع الأرض. لقد دافعنا عن جزيرة القرصاية 2009 أمام هجوم الاحتلال في الاتحاد قوة. ده واحد بيحرض ضد الدولة، واحد بيحرض المواطنين ضد الدولة. وممدوح حمزة هنفتح له ملف نقول مين هو ممدوح حمزة، استفاد ايه ممدوح حمزة في النظام السابق، كان بيتعامل مع مين ممدوح حمزة، ايه الشغل اللي خده والاستشارات اللي خدها وازاي كان بيتعامل فيها. عايز اقول حاجات تاني، ممدوح حمزة عنده اكتر من كارثة شخصية بتؤكد ان عنده لوثة اصابته لوثة عقلية، وانا لن ارحم شيخوخة الرجل لانه يخرب في الدولة المصرية ويدعو المواطنين الى ان هم يواجهوا الدولة بهذا الشكل. وهذا يمثل انجاز التعبير، ينفع ان انا اعمل بلاغ للنائب العام في واحد ضد الدولة ليكن، لكن لو في احد المحامين بيرفع قضية على هذا الرجل اعتقد ان هذا يكون افضل واسرع وانجع، لان امثال ممدوح حمزة اللي كانوا موجودين في ميدان التحرير في وقت ما يتواصل ويتخابر ويتكلم ويتحدث مع من هم في الخارج. اتصور ان اجهزة الدولة بتعي كل هذا وملفات ممدوح زي كل ممدوح موجود، واعتقد انه الولد بتاع ايرلندا اللي كان موجود في مصر تقابل مع ممدوح حمزة. عندي سريعا الضفة الغربية بتستعد لمسيرات الغضب النهاردة بالليل، مسيرات الغضب في الأقصى وما جرى في المسجد الأقصى وتركيب بوابات لأول مرة ومنع الأذان لأول مرة. كل هذا كان نتيجة غياب سلطة، وكان نتيجة صراع في السلطة، وكان نتيجة ابتعاد عن القضية الأصلية. والدليل على ذلك الناس في حالة، وبالأمس احتداء على عكرمة صبري مفتي القدس، وهذه الهمجية الإسرائيلية اللي موجودة في الآن، وإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين لأول مرة وتركيب بوابات حديدية. مصر بسرعة حذرت إسرائيل بشأن الأقصى وتداعيات التصعيد الأمني الإسرائيلي وإغلاق الإسرائيل الأبواب والبوابات. مصر بأقصى العبارات يعني حذرت إسرائيل، لكن فوجئت أنه محمود عباس موجود في الصين في زيارة في الصين عشان ينال الدكتوراه الفخرية في الإدارة الحكومية. الراجل اتكلم 20 دقيقة متواصلة، 20 دقيقة متواصلة يتحدث الرئيس محمود عباس دون أن يذكر ولا عبارة ولا كلمة ولا مفردة عن الأقصى أو أزمة الأقصى الحالية. في هذا التوقيت اللي فيه اختناق للقدس واختناق المسجد الأقصى ومظاهرة غضب ومسيرة غضب وفي حالة غليان في الأراضي الفلسطينية، الراجل ساب الجمل بما حمل وراح على الصين في بكين وبيخطب 20 دقيقة دون أن يتحدث عن القضية الفلسطينية ودون أن يتحدث عن ما يجري في الأقصى. وأعتقد أن الأمر بيحتاج إلى إعادة نظر. وعندي آخر حاجة، كل يوم لمحة في المحليات. امبارح كان عندي بقعة المية الموجودة وتسريب، النهاردة عندي في جاي في البرنامج في التجمع الأول ظاهرة الكلاب الضالة بشكل غير حضاري وغير طبيعي، وبدأ الكلاب يتحركوا في المكان ويثيروا الناس واعتداء على الناس بشكل مثير. أعتقد زي ما انتم شايفين في الصور، يعني الصور سريعا، حالة من حالات الاستياء وحالة من حالات الذعر لدى المواطنين، كل دي قوافل ولا من الكلاب موجودة. فين المحليات؟ فين الصحة؟ فين الصحة؟ يعني خلينا نشتغل. أعتقد فيه رئيس مدينة ولا رئيس حي ولا رئيس في حد مقصر، لأنه الوضع لو إحنا اللي حصل امبارح في أكتوبر واللي حصل واللي بيحصل دلوقتي في التجمع بيحتاج منا إن يكون في عندنا ضمير. وانتهى وقتي ولم تنتهي ملفاتي. أراكم الأسبوع القادم على خير، وإن شاء الله مصر طيبة بيكم وأسبوع على خير.